سيادة الرئيس، يعلم الجميع أن هذا المشروع كان حلماً يجول بخاطر سيادتكم، فأصدرتم أوامركم وتوجيهاتكم بالبدء فوراً في تنفيذ نموذج إسكان حضري يليق بالمكانة التي يحظى بها شعب الإسكندرية. فبالعمل أصبح الحلم حقيقة، وها نحن اليوم شهوداً على تحويل هذا الحلم إلى حقيقة وواقع ملموس. الحضور الكريم، في إطار الإعداد للبدء في إنشاء هذا المشروع بشائر الخير 2، تم إزالة جميع المنازل والمباني والمنشآت العشوائية بالمنطقة المخططة على مسطح أرض حوالي 50,000 متر مربع، أي ما يقارب 12 فدان تقريباً. وفي توقيت متزامن مع افتتاح بشائر الخير 1، وكان إجمالي حجم أعمال الهدم 143,000 متر مكعب، حيث تم الانتهاء من جميع أعمال الإخلاء وتأمين المرافق والإزالة خلال 2 شهر من بدء التنفيذ. كما تم مراعاة أن تتم الأعمال السابقة بالتزامن مع جميع الأعمال الخاصة بالدراسات والتصميمات المعمارية والإنشائية ودراسات التربة ودراسة الأثر البيئي، وكذلك إعداد الدراسات الخاصة بتوصيل المرافق الجديدة لشبكات المياه والصرف الصحي والغاز والكهرباء والتليفونات في نفس التوقيت. سيادة الرئيس، نؤكد على أنه في إطار توجيهات سيادتكم تم الانتهاء من جميع أعمال المشروع في زمن قياسي مدته 1.5 عام لسرعة تلبية احتياجات أهالي المنطقة لتوفير مسكن لائق بهم.